احنا معانا تليفون؟ حلقتنا لا لسه لسه ما جاش معانا تليفون؟ تليفون. اوكي معانا صديقتنا وزميلتنا العزيزة لميس. ازيك يا لميس، ومبروك الجائزة او التكريم اللي انت حصلتي عليه من ضمن اقوى 100 امرأة مصرية وعربية موجودة. اهلا وسهلا بيك يا ميرسي حبيبتي. جدا جدا، انا بحييكو مفيدة وأميرة. هي منى معاكو ولا لا؟ انا لا لا منى مش معانا. طيب، ومنى وهي مش موجودة وبحييك. استاذة لميس الف مبروك لحضرتك وللنساء المصريات. ميرسي، بس يعني انا مش عارفة، انا بخاف من موضوع الاقوى ده، انا خايفة الرجالة تخاف مننا ولا لا يا حبيبتي؟ هم خايفين خايفين يا استاذة لميس، خلاص قضي الامر يعني. لميس احساسك ايه بالتكريم دي؟ احساسك ايه بالجائزة دي؟ بصي، انا طبعا يعني بشكر المجله، انا ما عرفتش غير من البريس ريليس، يعني ما حدش كلمني، ما فيش حد قال لك اي لا لا حاجه. انا فوجئت بالقصه دي، لكن طبعا يعني شرف لكل مصريه انها تكون موجوده في ضمن اختيارات، سواء انها الاقوى او الاكثر تاثيرا. يعني انا اعتقد انه تكريم لطيف. كنت بكلم طب يسرى من شويه امبارح، وبعدين بقول لها يسرى وبعدين احنا كده، انا كده حاسه بالموضوع، القوه ده مقلق، الرجاله بتخاف من موضوع القوه ده. لا هي طب هي القوه القوه المؤثره استاذه لميس، حضرتك قاريه مساله اقوى نساء عربيات دي بمعنى ايه؟ اعتقد ان هم الاقوى تاثيرا، يعني الاكثر. بالظبط. طب وانت تاثيرا عندك شك ونفوذا. ان انت من اقوى النساء العربيات تاثيرا؟ انا بحاول يعني ان انا ايه، الدايره ورا الحيط شويه. لا 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 لا، ما تحاوليش، مش هينفع. عايزه اقول لك حاجه يا لميس، الناس كتير جدا اللي يعني او انا اسمحوا لي انا اقول، الناس كتير جدا اللي ما يعرفوش لميس في الحقيقه هي مش كده خالص. يعني انت لازم مره تيجي معانا في الستات، لازم نبين شخصيه لميس الحقيقيه، الوجه الحقيقي الحقيقي للميس، لان انت مش مش يعني انت شخصيه كمان بنت نكته جامده جدا وظريفه بس حلو ان انت تبقي في شغلك مؤيده وعامله النفوذ الرهيب ده ومؤثره. ايه رايك في قائمه الاختيارات المصريه؟ لا بصي، انا يعني ده في النهايه ماليش انا علاقه بيه، يعني انا ما اقدرش اعلق عليه، ده اختيارات المجله طبقا معرفش كان معمول فوت. لا يعني انت شايفه ان كل واحده منهم تتمتع بما يسمى القوه في مجالها؟ بالتاكيد قوه تاثير، حتى قوه ما نختلف معه. يعني في ناس من اللجنه مثلا، او مثلا في موجوده ناس احنا بنختلف سياسيا معاهم في القايمه كلها، مش في المصريات فقط. ايوه مفهوم. في القايمه كلها، خلي بالك ان هو مش مختارين المصريين لوحدهم لا لا لا، واخدين اقوى 100 ست عربيه. بالظبط، وبالتالي كل واحده لها تاثير في مجالها، واظن ان الاختيارات لها منطق. يعني على العموم احنا بيشرفنا ويسعدنا ان حضرتك من ضمن اقوى 100 سيده عربيه، والحقيقه انا لاني يعني ما بحبش المجلات الامريكاني ولا الاختيارات الامريكاني، احب اقول لك ان انت من اقوى 100 سيده عربيه باختيارهم وبدون اختيارهم. الله يخليكي، ميرسي يا اميره. بس انا عايزه اقول حاجه، ان الحقيقه السنه دي بالذات، ومش السنه دي بالذات، بقالنا فتره قوه الست المصريه واضحه على الساحه، والقوه هنا مش باينه في قوه فيزيكال او قوه جسديه، هي قوتها في القرار. الست المصرية كانت مؤثرة جدا في الاستفتاء، الست المصرية كانت مؤثرة جدا في الثورة، الست المصرية كانت مؤثرة جدا في رفض نظام الإخوان ورفض طغيان الإخوان. طبعا الست المصرية كانت الأكثر تأثيرا في الفترة الأخيرة. بس عارفة إيه المشكلة يا لميس؟ المشكلة إن الست المصرية على قد ما هي قوية وبتنزل ومؤثرة، لكن المجتمع المصري لسه برضو ما أنصفهاش. لسه المجتمع المصري بيتعامل مع المرأة على إنها أعداد، وقت ما بيبقوا عايزين يحطوها في حتة بتنزل، وقت ما حابين يقعدوها في البيت بيقعدوها في البيت. أنا نفسي نفسي يجي يوم من الأيام نغير طريقة، أو نغير المجتمع يغير طريقة تفكيره لينا. بصي، المجتمع مش هيغير طريقة تفكيره إلا إذا إحنا غيرناه. يعني إحنا لازم إحنا اللي نغير ده. الست اللي موجودة في بيتها بتربي عيالها إزاي؟ بتربي صح. الولد والبنت إزاي؟ صح. الـ 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 الأب بيعلم إزاي؟ لكن الست لها دور. إحنا كإعلاميات علينا مسؤولية ضخمة جدا في إن إحنا نتبنى قضايا المرأة. بس أنا شايفة أستاذة لميس إن إحنا إن الدنيا بتتغير، مش مشاركة مفيدة قوي إن المجتمع مش شايف. لا، المجتمع شايف والدنيا بتتغير كل يوم عن يوم. يعني اعتقد الدنيا بتتغير، بس احنا محتاجينها تتغير قوي بنمط اسرع. طبعا. والست يعني الحقيقه الست بتتعرض للعنف، بتتعرض للاهانه، بتتعرض يعني ظلم في الميراث. الست في الصعيد لسه عندها مشكله ميراث، بتحرم من الميراث تماما، ضخمه جدا.
عندنا مشكلة في التعليم، وعندنا مشكلة في الصحة، وعندنا الست مشكلة في إنها تتعين في أماكن معينة مخصوصة بس للرجالة. بقول لكم إيه، النهاردة يوم المرأة العالمي، مش عايزين ما تنكدوش علينا، مش عايزين نجيب المشاكل. اسمحينا نقول لك كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة يوم المرأة العالمي. النهاردة عندك مين معاكي في الحلقة؟ معاكي أنا عندي موضوع برضو عن المرأة المصرية، هتكلم عن العنف اللي بتواجهه المرأة المصرية، لكن طبعا هتكلم كتير عن إنجازات الست المصرية غير الأخبار. وانا عايزه اقول لكم ان انا لازم اجي اطبخ يوم عندكم. لازم، احنا مع الديكور الجديد ان شاء الله لازم تنورينا. أيوة، لازم اجي اطبخ عشان اوريكم ان انا بعرف اطبخ. يا ولد انت يا جامد يا جامد يا مشرفنا. كل سنه وحضرتك طيبه. ورده قرنفل الحمراء من الستات ما بيعرفوش يكذبوا ليكي بمناسبه يوم المراه العالمي. انتوا اجمل برنامج بجد بيناقش قضايا المراه، ويعني من اعلى الفيور شيب الموجوده في البرامج، وانا بحييكم وانا بحبكم قوي، مش عشان انتوا صحابي ولا في المحطه اللي جنبي او في الاستوديو اللي جنبي، بس يعني حقيقي بحييكم على المجهود الفظيع اللي انتوا بتعملوه، وكل المشاهدين بتوعكم وسهير طبعا. ميرسي يا لميس، ميرسي ليكي، والف مبروك على واحده من اقوى 100 ست عربيه. استاذه لميس نورتينا. بقول للرجاله يخافوا بقى. سعداء بيكي ومنتظرين حضرتك تيجي تقضي يوم كامل معانا، مش بس تطبخي وتوري المفيده انك بتعرفي تطبخي، لا عايزين الوجه الاخر للميس دي صاحبتي. مش هتحطيني في الموقف ده يا لموس. لا يا نونو ابدا. لا يا حبيبتي خليك جدع بقى. شفتي دوبك هعمل لكم بيض. لا لازم تيجي تعقديها يا استاذه لميس. ميرسي. لا ميرسي حضرتك جدا. ما تبانيش ابدا. هتعقدك يا مفيده، هتعقدك. ميرسي، تحياتنا لميس، بس عمرها ما هتباني. لا لا لا.